كان جاورت الأفلاك. سلام عليكم. ضياءك مسلكه. The truth is that peace and justice are inseparable. You cannot have one without the other. There is little doubt that restlessness and anxiety is increasing in the world, and so disorder is spreading. This clearly proves that somewhere along the line, the requirements of justice are not being fulfilled. مسرور أنت معي ومعي روح الإسلام خزائنه. مسرور أنت معي ومعي. Islam teaches that peace can only be established by helping both the oppressed and oppressor in a manner that is completely impartial, free from vested interests, and devoid of all enmity. Peace is made by giving all parties an equal platform and playing field. يزدان الكون بما تكسوه جلالا أنت تجمعه بالرفق ترافق مسرى. Malaykum to you all. In the last several years, I've learned a great deal about Islam from your community. I have learned that Islam is built in on the rights of life, equality, tolerance, and justice. يقدم ممثل مجلس مدينة لوس أنجلوس لأمير المؤمنين نصره الله المفتاح الذهبي للمدينة معلنا: هذا المفتاح محجوز فقط لأكثر الناس احتراما على وجه الأرض. Your Holiness, one of the greatest ecumenical leaders of our time. The Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, was held captive and enslaved in his heartfelt distress and desire to save the people of the world from destruction. And so it is a cause of great injustice that many people today try to stain his blessed character by saying that, God forbid, he brought teachings of cruelty, oppression, and injustice. منذ أن من الله تعالى علينا بالخليفة الخامس للإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام حضرة ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز بتاريخ 22 من شهر نيسان عام 2003 والجماعة الإسلامية الأحمدية في تقدم وازدهار منقطع النظير يشهده العالم بأكمله حيث بنيت عشرات المساجد حول العالم وفي القارات الخمس. كان أولها وفي أول عهد حضرته مسجد بيت الفتوح في لندن عام 2003 وهو أكبر مسجد في غرب أوروبا، كما افتتح حضرته حتى يومنا هذا العديد من المساجد في بريطانيا. وفي القارة الأمريكية وفي كندا تحديدا افتتح حضرته عام 2008 مسجد بيت النور في كالجاري بكندا، وهو أكبر مسجد في شمال أمريكا. The Ahmadiyya Muslim community here in Calgary and across Canada is to be congratulated. For though the community is small and includes many newcomers to our country, the success of this project demonstrates the deep faith and solidarity of Ahmadis in Canada. أما مشروع بناء 100 مسجد في ألمانيا والذي ابتدأ قبل أكثر من 13 سنة فما زال على قدم وساق، وقد تمكنت الجماعة حتى يومنا هذا من بناء 43 مسجدا موزعة على معظم مدن ألمانيا.
منذ بداية سنة 2013 افتتح أمير المؤمنين يده الله تعالى بنصره العزيز العديد من المساجد، منها مسجد بيت الرحمن في فالنسيا بإسبانيا، وذلك بتاريخ 3 نيسان عام 2013، حيث ألقى حضرته خطابا بمناسبة افتتاحه، وأوضح حضرته التعاليم الإسلامية الحقيقية في العدالة والسلام والتسامح، وخلال كلمته طمأن الشعب الإسباني من أن المسجد الجديد سيكون مصدرا للسلام والرحمة، وأنه سيعزز روح العمل الجماعي والوحدة داخل المجتمع. حضر العشرات من الضيوف لاستقبال أمير المؤمنين، بما في ذلك مجموعة من السياسيين وكبار الشخصيات، وقد قام بعضهم بإلقاء الكلمات أيضا. في تاريخ 18 من شهر أيار عام 2013 افتتح حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز مسجد بيت الرحمن في فانكوفر في كندا، وألقى حضرته خطابا في حفل استقبال خاص، حيث طمأن الحضور مؤكدا أنه لا يوجد سبب للخوف من المساجد الأحمدية، لأنها تبنى فقط من أجل عبادة الله ومن أجل خدمة الإنسانية. The doors of our mosque will always be open to the people of all religions, because this mosque is a means of manifesting God's grace, mercy, love and compassion for mankind. Assalamu alaikum. كما وقامت مجموعة من السياسيين وكبار الشخصيات بإلقاء الكلمات بهذه المناسبة، كانت أولهم السيدة كاريلين فينلي الوزير المعاون لشؤون الدفاع، حيث قرأت رسالة نيابة عن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر التي هنأ فيها الجماعة الإسلامية الأحمدية على افتتاح المسجد الجديد. To recognize that by working together, this world will be a better place. Peace and blessings be on you. يسعى خليفة المسيح جاهدا إلى تعزيز السلام والوئام بين مختلف الأديان في العالم من خلال خطبه ومحاضراته وكتبه واجتماعاته الشخصية بالمسؤولين وأصحاب القرار، كما يدافع حضرته باستمرار عن أهمية عبادة الله عز وجل وعن أهمية خدمة الإنسانية، ويدعو باستمرار لإقامة حقوق الإنسان العالمية والمجتمع العادل ودولة المواطنة التي لا تفرق بين المواطنين على أساس ديني أو مذهبي أو أي أساس آخر، كما يقود حضرته منذ اليوم الأول لانتخابه حملة من أجل نقل الرسالة السلمية للإسلام في جميع أنحاء العالم. في 27 من شهر حزيران عام 2012 تم استقبال حضرة ميرزا مسرور أحمد في الكابيتل هيل في واشنطن دي سي، حيث ألقى حضرته خطابا بعنوان الطريق إلى السلام عبر العلاقات بين الشعوب فقط. وضم الحضور أكثر من 30 من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بما فيهم السيدة نانسي بالوسي زعيمة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، كما كان بين الحضور أعضاء من الهيئة الدبلوماسية والبيت الأبيض وموظفون من وزارة الخارجية وأساتذة جامعيون وزعماء منظمات غير حكومية ورجال دين وإعلاميون وغيرهم. The United States as the world's largest power should play its role in acting with true justice and with such good intentions as I have described. If it does so, then the world will always remember with great admiration your great efforts. It is my prayer that this becomes a reality. Thank you so much. It is truly a great honor and pleasure to be here. I have to say that there is a particular sense of blessing that seems to rest on this brimming room today, and I'm sure that that's due in part to the wonderful spirit of goodwill, the warm hearts, and the sense of optimism and love of the participants. But Your Holiness, it is undoubtedly a reflection of the blessing that you bring to this capital. And so we are so honored and so grateful to have you here.
I also want to thank you, Your Holiness, again, because under your leadership and inspiration, the Ahmadiyya community has been a true blessing to its neighbors here in the United States. في الرابع عشر من شهر كانون الأول عام 2012 ألقى إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية الخليفة الخامس حضرة ميرزا مسرور أحمد نصره الله تعالى خطابا تاريخيا في البرلمان الأوروبي في بروكسل. حضره حشد من الجمهور وأكثر من 350 ضيفا يمثلون 30 بلدا. قام كل من عضو البرلمان مارتن تشولز ورئيس البرلمان الأوروبي باستقباله والترحيب بحضرته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد دعا حضرة أمير المؤمنين ميرزا مسرور أحمد خلال خطابه الذي دام 35 دقيقة الاتحاد الأوروبي للحفاظ على وحدته، كما أشار إلى مسألة تزايد الهجرة إلى الدول الغربية داعيا إلى المساواة في العلاقة الدولية، وأسب في حديثه عن التعاليم الإسلامية فيما يتعلق بإرساء دعائم السلام العالمي، وانتقد حضرته حق النقد داخل المؤسسات الدولية، مشيرا أن تاريخ التصويت من قبل الأعضاء الدائمين يسيء في بعض المناسبات استخدام حق النقد ليساعد على القسوة بدلا من منعها. The major powers have openly expressed their outrage and concern at the situation in Syria and Libya or Egypt, even though it can be argued that they were in essence internal matters, yet they do not seem to be concerned about the or that concerned about the Palestinian people. في تاريخ 23 من شهر آذار عام 2013 حذر حضرته في الخطاب الرئيسي الذي ألقاه بمناسبة المنتدى السنوي العاشر للسلام في مسجد بيت الفتوح في لندن من عواقب كارثية إذا لم يتم تحقيق العدالة الحقيقية على جميع المستويات، وقال إن خطر نشوب حرب نووية خطر حقيقي وهو أكبر تهديد لحضارة اليوم. In today's world, one terrifying manifestation of God's decree could be in the shape of another world war. There is no doubt that the effects of such a war and its destruction will not be limited to the war itself or even to this generation. In fact, its horrific consequences will be exhibited for many generations to come. وقد جذب هذا الحدث أكثر من 1000 شخص بما في ذلك وزراء وسفراء وأعضاء برلمان وغيرهم من كبار الشخصيات والضيوف من مختلف المشارب. وكان موضوع المنتدى لهذا العام الطريق إلى السلام. في تاريخ 11 من شهر أيار عام 2013 وخلال الزيارة التاريخية والأولى للخليفة الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز التي قام بها للساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية وتفقده لأبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية في كاليفورنيا، ألقى حضرته خطابا رئيسيا في حفل استقبال خاص أقيم تكريما لحضرته في بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس. وقد حضر هذا الحدث أكثر من 300 سياسي وأكاديمي وكبار الشخصيات بمن فيهم نائب حاكم ولاية كاليفورنيا ومرشح رئاسة البلدية إريك غاريسيتي وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. في كلمته الرئيسية بيّن أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز أنه لا يوجد سبب لخوف الشعب الأمريكي من الإسلام، لأنه الدين الذي ينادي بالسلام وحقوق الإنسان واحترام كرامة الإنسان، حيث قال: ليس هناك شك في أن أعمال الإرهاب أو التطرف التي يرتكبها بعض ممن يسمى بالمسلمين لا تمت بأي صلة لتعاليم الإسلام الحقيقية، فمعنى الإسلام الحقيقي هو السلام والأمن وإعطاء ضمانات لحماية ضد جميع أشكال الأذى والشر. May Allah bless you all. Thank you very much. Thank you.
مسرور أنت معي ومعي روح الإسلام خزائنه مسرور أنت معي ومعي روح الإسلام خزائنه. أعلن حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام أنه هو المسيح الموعود والإمام المهدي الذي بعثه رب العالمين ليكون أعظم خادم لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وفي 23 من آذار عام 1889 أسس حضرته الجماعة الإسلامية الأحمدية، جماعة المؤمنين لنشر الإسلام والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه الحنيف، وجاء من بعده الخلفاء الراشدون كقدرة ثانية من الرب الرحيم ليكمل المشوار وينجز المهام الثقال حتى يتلألأ دين المصطفى في كل مكان وتشرق الأرض بنور ربها. ووالله إني قد تبعت محمدا وفي كل آن من سناه أنور. أقول بكل تحد وثقة إني على الحق وسأنال الفتح في هذا المجال بفضل الله تعالى، وبقدر ما أستطيع أن أنظر ببصيرتي أرى العالم خاضعا لصدقي، قرب أن أحقق فتحا عظيما، لأن لسانا آخر يتكلم مؤيدا للساني، ويدا أخرى تجري لتقوية يدي. الدنيا لا تراها ولكنني أراها، إن روحا سماوية تنطق من داخلي وتنفخ الحياة في كل كلمة وحرف تخرج من فمي. هناك ثوران وهياج في السماء بعث هذه الحفنة من التراب وحركها كما تحرك الدمية. سيدرك كل من لم يغلق باب التوبة في وجهه أني لست من عند نفسي. هل تبصر العيون التي لا تستطيع تمييز الصادق؟ وهل يعتبر حيا من لا يحس بهذا الصوت السماوي؟ سوف تكون هناك أرض جديدة وسماء جديدة. لقد اقتربت الأيام حين تطلع شمس الصدق من الغرب وستعرف أوروبا الإله الحق. الله إله إلا الله. لقد حان أن ينتشر في البلاد توحيد الله الحقيقي الذي يشعر به سكان الصحارى والبراري والغافلون عن جميع التعاليم أيضا. عندها لن تبقى في الدنيا أي كفارة زائفة ولا إله زائف، ويد الله القوية سوف تبطل مكائد الكفر كلها، ولكن ليس بسيف ولا ببندقية، بل بتنوير الأرواح المستعدة وإنزال النور على القلوب الطاهرة. آمين. عندها ستفهمون كل ما أقوله الآن. سيجعل لهم